una calle alegre en la de mi barrio, de esquina a esquina, la gente canta, ríe y camina. اوكي عودة مرة جديدة لمتابعة من قبل الضوء بالقسم الأخير. يعني اليوم كانت حلقتنا مخصصة عن كيفية التعامل مع الأشخاص اللي ما كتير منستلطفون، فما نقول منكرهون لأنه هالكلمة بحد ذاتها شوي بشعة. مشان هيك حبيت اليوم كمان بحلقتنا ناخد رأي اختصاصية. سونيا صباح مدربة تنفيذية بالسلوكيات، رح تحكينا وتخبرنا أكثر كيف ممكن نتعامل مع الأشخاص اللي ما كتير منستلطفون. بونجور سونيا. بونجور ودين، كيفك؟ كيفك من قبل الضوء؟ ما كتير يعني. نعرف أنه ما كتير كنت حاببتيني بهالقوة. لا بالعكس. سونيا، مثل ما كنا عم نحكي من قبل ومثل ما كتير علقوا على الموضوع، يمكن الأغلبية بيتهربوا من هالأشخاص وبيحاولوا قد ما فيهم ما كتير يتعاطوا معهم، بس منعرف أنه نحنا في أشخاص ملزومين فيهم، يعني منحبهم ما منحبهم لازم نتعامل معهم إن كان بشغلنا أو برات شغلنا. بس حلو يعني نتعامل معهم بطريقة أنيقة مثل ما حدا يعني مثل ما لازم واحد يتعامل، فكيف ممكن نتعامل معهم بهالطريقة؟ هلا بس بدي أقول إنه في ناس حتى نعرف مين هن هالأشخاص، يعني لأنه في كتير ناس حوالينا يلي بيخلونا ما نحبهم كتير. هن الأشخاص اللي يمكن يكون سلبي، يمكن بتحبيه كشخص بس طريقته التعامل معك سلبية، سو بتصير تتضايق منه، يمكن تنفر منه. صحيح. يمكن الأشخاص اللي ما بيحترموك أو ما بيحترموا خصوصيتك، الأشخاص اللي ما بيحترموا وقتك، الأشخاص اللي ما بيحترموا حقوقك، أو حتى الأشخاص يلي بتحسيهم غير مهذبين، يعني بيحكوا كلمة يمكن غلط بتتضايقي. هن الأشخاص اللي ما بنحبهم هن الأشخاص بيخلونا نتضايق حواليهم. يعني فينا نقول أهم شيء أنه نتقبل أنه مش كل الناس اللي حوالينا حنحبهم أو مش كل الناس حيحبونا، كمان كتير مهم نعرف هالشيء. ما أكيد ما فينا نتفق مع كل العالم، ما هيك؟ إكزاكتلي. لأنه في كيمستري، في طريقة أنه الناس يمكن ما يمشوا مع بعض، بس أكيد ما نشتغل على كيف نحنا لازم نعمل ردة فعل أو نعمل رد، يعني كيف لازم نرد على هالأشخاص، كيف نتصرف بذكاء. مزبوط، لأنه نحنا ما فينا نتحكم فيهم هالناس. أوكي. كتير مهم نعرف هالشي. كتير مرات بيفكر الواحد أنه في غير الشخص التاني، لا ما فينا نغيره، نحنا فينا نغير نحنا بس، يعني حالنا. أوكي. بدنا نتواصل معهم أكيد، لأنه مثل ما قلتي يمكن ناس حوالينا، يمكن بالشغل، يمكن بالعائلة، يمكن أصحابنا حتى، لازم نتواصل معهم، نحط لهم حد، بس أكيد بطريقة مهذبة، كون صريحين. يعني أكيد أكيد هي أهم شيء، لازم واحد يكون صريح وصادق مع حاله مع الأشخاص اللي حواليه، بس لازم يكون في طريقة. وهون بدك تعملي ساعتها، بدك تعملي مثل تحكمي بعواطفك. العواطف هي أكثر شيء اللي بتخليك يمكن تطلع من حالي وتبلشي تحكي كلام يمكن ما قصدك أو تنكري. سو هون بدنا نستعمل الذكاء العاطفي، يعني بدنا نتحكم، بدنا نشوف وين أنا عم يضايقني هالشخص أو كيف لازم رد عليه. بس أكيد هذا كمان بدي أشتغل على حالي، بس هيدا يعني تمثيل، يعني عم نمثل. أبدا في عندك صار في كنترول على حالك، يعني بدون ما مثلا يعني بدون ما تصرخي وتعيطي قولي لا خليني أعزل 10 أو خليني أخذ نفس، لأنه ما بدي أعمل ردة فعل، بدي رد عليه للشخص. أوكي. فيك تقولي له أنا بحس مرات أنه بتعاملني بهالطريقة وبديها، من أنه تقولي له أنت عم تضايقني وأنت شخص بالمرة مش منيح وأنت ما بتسوى وأنت you know. إيه. أكيد أسلوب، يعني الأسلوب اللي بدك تستعمليه توصل لذات الشيء، بس الأسلوب اللي حتستعمليه هو مهذب لائق، وبذات الوقت بفرجي صورتك الحلوة وسمعتك. أوكي. يعني أنت ما بدك تروحي سمعتك آخر شيء، لأنه يعني ما بدك تخلي للشخص يبين هو الضحية وأنت المعتدي، لأنه هيك ببين مرات لما نحن بنفقد سيطرة على حالنا وعواطفنا بنبلش نحكي يمكن اشياء ما قصدنا، كنا ردة فعل يعني بتقلب علينا. بالضبط. هون كمان نشتغل على حالنا، نعمل يعني مثل تمارين استرخاء، ممارسة التنفس، كلهم هدول اشياء بيساعدونا. ما عم اقول انا شيء هين. اكيد. هيدا كاركتر كمان يمكن مع الايام، اذا عملناها اول مره تاني مره بتصير احيان. بتصير عادي. لازم نعملها كل يوم، لازم. صحيح. حتى يمكن
يوم من هالأيام نعمل غلط ونفقد السيطرة. لا، بدنا كل يوم نجرب أنه نعرف ونصير واعيين على شو عن تصرفاتنا مشان نقدر نتصرف مع الأشخاص بطريقة مضبوطة. هلأ أنا من الأشخاص اللي مثلا يعني بقول للشخص اللي قدامي إذا عمل شي غلط أو شي زعجني قلت شو إياها بمسحة بضحكة أفضل ما أنه يكون عدائية، يعني هيك بحس. ما بعرف هيدي إذا حلوة إذا بتقبلوها، لأنه في ناس بيقولوا أنت عم تجرب توصل الكلمة بطريقة دبلوماسية. بدنا نحن كمان آخر شيء بدنا نكون نفكر بالشخص الآخر، يعني بدنا نتعاطف مع الشخص الآخر حتى لو عم بيكون معنا نحن سلبي، نحن لازم يكون إيجابية. مثل ما قلت آخر شيء نحن فينا نعمل كنترول، نتحكم بحالنا وبس. سو هون بدنا نجرب كمان نفكر شو هو، ليه أنا ما بحبه هالشخص. كثير مرات يمكن بيصير شغلة معنا خلص حتى براسنا أنه ما بحبه هالشخص، بدنا نعرف ليه ما منحبه. هل هو تصرفيته معنا الهو أو نحن موقفنا، نحن يمكن كان عنا attitude، ما بعرف في شيء يمكن بهالنهار ما كنا مبسوطين واجه هالشخص. يعني لازم نبلش نوعة على الاشياء اللي عم بتصير حوالينا تنقدر نحلها، تنعرف المشكل لازم نعرفها لشو هي المشكل تنقدر نحلها. مثل ما قلت نحط شو اسمه حدود، نقول للشخص انا ما بيعجبني لما بتجي على الساعة واحدة لما اكون انا عم باكل مثلا لانش او انا مع عائلتي، ما بحب حدا يتلفن لي من بعد التسعة. يعني لازم نخلي هالشخص يعرفوا شو هي حدودنا، لأنه هن حيحترمونا نحن حنحترمهم كمان آخر شيء. وما ضروري واحد يحب التاني إذا عنده هالشي ضده، يعني آخر شيء الاحترام هي اللي بتخليه يحب الشخص التاني عن جد. أهم شيء نكون إيجابية، دايما نكون مهذبين، نكون محضرين، يعني ما عارفين رايحين عند هذا الشخص نعرف أنه حضر حالنا نفسيا. بالضبط، عن جد معك حق، يعني أنه نتقبل كل شيء. لا، لازم نعرف انه انا حافقد سيطرتي اذا حكى شيء. سو بدي اعمل مثل كنترول على حالي، بدي اعرف انه او امشي معه وفكر فيه بطريقه ايجابيه وقول معلي هذا الشخص حرام عنده شيء ايجابي، او ابعد عنه عن جد، ابعد عنه يمكن ارفض العزيمه. اوكي، او اتجاهل السلوك اللي عم بيصير واعمل شيء تاني مثلا. بس ما بنكون سوري يعني انتر بارانتيز، ما بنكون عقلتنا خفيف، يعني ما بيقولوا عنا انه حلو، ما بعرف انه يعني ما عم نقدر ندافع عن حالنا او عن حقوقنا. حلو كتير. لا، هو بالعكس، هو انت طلعت عن شيء، يعني انت جربت تعملي كنترول. مثل ما قلت كتير صعب واحد يعمل كنترول على عواطفه، سو انت عملتي كنترول، بتفيك تردي، اكيد فيك تردي، بس اذا قادرة تردي، اذا انت محضرة حالك، اذا انت مش تفقعي يعني او تحكي شيء، اذا هذا الشيء بده يأثر بصحتنا رده يعني. ما هي اخر شيء لما بتعملي هدول التمارين، لما بتكوني انت كل يوم عم تمرني حالك انه تعرفي تتعاملي مع هالاشخاص. شوفي الناس مثلا في منهم على تي في بتحسيهم بيسألها مثلا بطريقه يمكن مستفزه، بترد عليه برواق، او في عندك التاني اللي بتصرخ وبتعيط وبيصير تاني نهار بيصير بالاخبار. شفتي؟ تمرين كله تمرين، صحيح، وين تسترخي عن جد، وتعرفي انه at the end of the day يمكن هذا الشخص منه هالقد عاطل. اوكي، في شيء في يمكن خليني اكون هيك معه، او مثل ما قلت اخر شيء فيك تبعدي عنه، ما ضروري تكون معه لانه هذا شخص يمكن سلبي، ومش بس انت يمكن عم تعاني منه كمان هاي بسبب منه. exactly. يمكن في كتير أشخاص حواليك، شوفي أنت كيف عم يتعامل مع الأشخاص التانيين، وبتعرفي هذا الشخص إذا بس هيك أما عن جد هو هيك. بالضبط. طيب سؤال تاني سونيا، يمكن في أشخاص ما مش إنه قصة ما منحبون، مزعجين هن، يعني يا أنه قليلين ذوق يا أنه حشورين، فهيك أشخاص كيف ممكن نتعامل معهم كمان؟ هل ممكن كمان نقول لهم ما خصكم بسؤال بيسألونا إيه، يعني بيكون مش بمحله، كيف طريقة الردنا لقلو؟ حلو كتير. هلا اكيد ما حنقول لهم ما خصك لانه هيدي بتفرجي نحن مثل ما قلنا نحن سمعتنا وصورتنا اهم شيء، اهم من انه رد على الشخص. فيك اذا عن جد ضايقتي كتير تقليل ما تردي او تغيري الحديث،
غير الحديث كومبليتلي يعني. او اذا بدك فيك تردي اذا انت رايقه وعارفه حالك فيك تردي, فيك تقولي له انه هيدا شيء بخصني, هيدا شيء خصوصي وانا بحب خصوصيتي, ما بحب كثير احكي عني يعني. مثل ما اذا بيسالوا مدام او شو قد عمرك, هذا كثير غلط انه تسالي حيلا شخص حيلا مره قد عمرها. سو لما بيسالوها فيها تقول له مثلا في ناس بقلك بتقلك مثلا انا وقفت على 29 او في ناس بقلك مثلا في ناس بقلك مثلا ما بحيتنا بنسأل هذا السؤال ما بينسأل بالضبط. أو حتى تعمليها كجوك فيك مثل ما أنت عم تقولي عم تعمليها ك إنه شيء ضحك وهيك معني كتير حلو, بس أهم شيء ما يكون في تحت هالضحك مثل سم عم بيشوف لأنه حتبين يعني متضايقة. كتير مهم نشتغل على حالنا, نشتغل على أنه نتقبل الآخر كمان, لأنه في إشي يمكن ما نحبه بهذا الشخص بس إحنا يمكن ما نعمله. نتقبل أشخاص التنين حوالينا, نعرف نعمل نرد بطريقة إيجابية ونجرب ما نعمل ردة فعل غلط. ودايما دايما نحنا مثل ما قلت نشتغل على حالنا, نكون نعدل العشرة. إيه بالضبط, نعدل العشرة يعني هيدا خلاصة الحديث اليوم. عطول من نعد للعشرة ونرجع نحكي قبل ما يكون ردة فعلنا دغري هيك 100% كثير مهمة. سونيا صباح, حضرتك بتذكر انك مدربة تنفيذية بالسلوكية. تانكيو لقليك ولرأيك القيم, ونحن منحب عطول نسمع رأيك بس يكون عنا مواضيع من هالنوع. مرسي لقليك. لكن اللي بحبوا يتواصلوا معك سونيا على صفحتك على الفيسبوك كيف بيقدروا يتواصلوا؟ عندي صفحتي وعندي الاكسلنس فيرست كمان هي شركتي. ميرسي لعليك. باي باي. باي باي.